بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا اللهم بارك لنا في هذا المجلس وانفعنا به واجعله مصلحه حسناتنا واغفر لنا وسلم وتفضل منا وتقبل منا اعمالنا صالحة لوجهك خالصة. هذه الحصة الثانية من مادة تعليم القرآن، وقد تعرضت الحصة الماضية إلى مقدمة ومدخل عن هذا العلم، السلام عليكم، مدخل عن هذا العلم الذي يختلف عن غيره ربما من العلوم، خاصة الفرق بينه وبين علم التفسير. ليس علم غريب القرآن هو علم التفسير، علم التفسير أشمل وفيه مباحث أكثر، أما علم غريب القرآن فهو يهتم بالناحية اللغوية. المنهج الذي سنعتمده في هذه المادة أننا سنحاول أن نمزج ما بين الأمرين، يعني أحيانا فلا تكون فقط كلمات ومفردات، وإنما تكون فيها شيء من التوسع النسبي في مجال الاهتداء بالقرآن الكريم، ولا سنقف على الناحية اللغوية، وإنما نحاول أن نأخذ منها بعض الدروس، بعض العبر من كلام الله سبحانه وتعالى ونهتدي به، ولا نقف عند اللغة فقط، لأن المنهج علم غريب القرآن هو فقط ناحية لغوية، كلمة بكلمة، كلمة بكلمة. احنا ربما نتجاوز شويه هكا احيانا، ونحن عندنا يعني مجال للاجتهاد في هذا المجال، حتى تكون في عينكم بالمنهجين. منهج الماده هو انه المزج ما بين ماده علم غريب القران وعلم التفسير، يعني علم التفسير دون توسع، وانما بقدر ما ناخذ شيء من المنفعه والفائده التي نهتدي بتلك الآيات الكريمة وتكون تدخل قلوبنا، ولعل إن شاء الله تكون هذا المجلس مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تكون المجالس هي هكذا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله فيمن عند، خاصة ونحن نتكلم في كتاب الله تعالى وفي معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الذي أدعوكم إليه هو أنكم تحاولوا تحصلوا على كتاب محمد الشيخ محمد حسن المخلوف، ولو حتى يعني هو كتاب صغير، حتى يعني ثمنه ليس يعني ثمن معقول، يعني هذا هو تقريبا أكثر كتاب مختصر في غريب القرآن، هو اسمه مفردات القرآن تفسير وبيان شيخ محمد حسن المخلوف. وللمطالعة وللزيادة، ولو أن ترجعوا حتى الإنترنت، يعني ترجعوا حتى الإنترنت، ترجعوا الكتب اللي عطيتهولكم هذوكم اللي هي نزيدوا بها، خاصة من الكتب القديمة والكتب المعاصرة، مثلا مفردات للراغب الأصفهاني، مثلا السراج هذا مهم ايضا، سهل السراج خذيت العنوان نتاعه، اي ابن الهائم زاد ايضا، هذا ترجعوا وحدكم، المعجم الاشتقاقي، المعجم الاشتقاقي رجعت اليه فهو يتوسع نوعا ما، المعجم الاشتقاقي يدخل في مجالات اللغويه كثيرا، فهي الى درجه انه كانه يصبح كانه يعني كتاب معجم لغه، معجم لغوي يعني متوسع في الكلمة، أرجعوا له تستفيدون منه، ولكن لا نستعمل هذا التوسع هذا الكثير، ليس في المنهج بتاع المادة، ولكن هذا على سبيل المطالعة. السراج قلنا أيضا ميسر في غريب القرآن، خذيته ميسر، هذا اللي هو لطبع من مجمع الملك فهد السعودية، هذا أيوة هذا الكتاب أيضا معاني، ها تفسير معاني، مش لا كلمات، يعتمد على الكلمات،
ما نحس الماضي انت ماكش معنا. الحصه الماضيه تكلمنا على بعد نقل من زملائك خذ من زملائك وكان يمكن نعطيكم حتى اذا كان ما خدمتوش المعلومات كامله تاخذ الدرس وتصوروه اللي عندي انا خذوه وصوروه يعني ما بعض حاجات ما لحقتوش كتبتوها فتاخذ تصوروه الكل توزعوه على بعض. طيب ايضا غريب القرآن الكريم حسين محمد نصار وكتب المعالي وكتب مجموعة من الكتب الأخرى. طيب هذا للرجوع يعني هذه الكتب مش نرجع ولكن في صلب الحصة مش يعني أحسن يكون معكم كتاب تجيبوه معكم ولكن أنا ما أننا سنأخذ كلمات فماذا بيكم تكتبوا تكتب الكلمة على طول في يعني الكراس يعني اكتبوها مباشرة وكما ذكرنا أننا سنبتدئ بقصار الصور قصار الصور ونبدأ بأول حاجة نبدأ بها هو الاستعاذة لأن القارئ عندما يقرأ القرآن الكريم يبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلمة أعوذ ماذا تعني؟ ماذا تعني الكلمة؟ أعتصم أحتمي ألتجئ أتحصن ألتجئ هذه كلها معاني يعني أحتمي أتحصن يعني هذه كلها ما تعنيها كلمة أعوذ أتحصن بالله أحتمي بالله يعني التجو إلى الله أعوذ بالله كلمة الله بالطبع هذه اسم علم على ذات الإلهية وهذا الاسم اللي هو اسماء الله تعالى لم يتجرأ أي واحد من خلق الله تعالى أن يسمي نفسه الله فبقي العلم على ذات الإلهية لا يمكن شريكه فيه أحد ولا يمكن أن واحد يقول أنا الله قد يكون كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال قل أنا ربكم الأعلى ولكن لم يتجرأ قل أنا الله بقي الله ذات على يعني علم على الذات الإلهية لا يشاركه أحد فيها في الماضي ولا في الحاضر إلى يوم القيامة تبقى الله حتى عند المشركين دائما كلمة الله يعني وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاك من البر أعرضتم في فطرة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو موجود ولكن تغطيه الفطرة تغطيها ظلمات الكفر ولكن هي موجودة من داخل في فطرة الإنسان جميعا ما خلق الله كله مؤمنين ولكن يغطي هذا الإيمان وهذه الفطرة الكفر والشرك. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان مأخوذ من لفظ شطنة شطنة أي بعد شطنة معناها بعد والشيطان بعيد عن ماذا؟ عن الحق يعني هو بعيد بفسقه عن كل خير بعيد عن الخير قريب من الشر فإذا الشيطان فإذا هو اسم على مسمى إذا من البعد عن الخير والقرب من الشر فليس فيه يعني شيء من الخير لذلك هو أصبح اسما علما على هذا وسمي أيضا إبليس. أيضا كلمة الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى الرجيم الرجيم معناه نعم المرجوم بالذنب واللعن إذا من الرجيم يعني يرجم أي يلعن مرجوم بالذم واللعن ونفسه وكلمة اللعن أيضا هي فيها معنى ماذا؟ الطرد من رحمة الله فهو مطرود من رحمة الله تعالى. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه أول ما يبتدي به القارئ قراءته لكتاب الله تعالى عفوا طبعا طاعة لله تعالى في قوله وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
هذه بطلب معلومات لا لسنا لا نكتب يعني هذه معلومات ناخذها هكذا شفويا. قلنا التعوذ عند قراءة القرآن خاصة في مذهبنا المالكي انه لا يكون في الصلاة، لا نتعوذ ونحن نصلي، وانما تكون عند قراءة القرآن الكريم. ثم ايضا التعوذ هذا والاستعاذة مطلوبة من العبد في بعض الظروف ايضا، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلا عندما يكون هناك يحس بوسوسة من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحس أن هناك خواطر تأتي سيئة، هناك وساوس، وساوس تأتي فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قلبه، نابعة من القلب ليس من اللفظ فقط، وإنما نابع من القلب وعنده يقين أن الله يعيذه، لأن اليقين مهم، لأنك أنه دعاء، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي تدعو الله تعالى أن يحميك ويحصنك من وساوسه. ونحن عندنا ذاك الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي رواه وشركه، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف تعالي نفسي سوءا أو أجره إلى مصر. فإذا هذه صيغة من صيغة الاستعارة الوسوسة ضد الوساوس، أعوذ بالله من شر الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروعه، هذه كلها صيغ علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم عندما تتيه الوساوس. كذلك الاستعاذة مطلوبة أيضا متى؟ إذا هم بسبب عند؟ إذا هم بسبب مفهوم الوسوس أيه يلا ثم حاجة مهمة برشا عند الغضب. نعم عند الغضب، يعني من ما يستعمل فيه كلمة الاستعادة عند الغضب، يعني ذلك الرجل الذي غضب فاحمرت عيناه وأزبر وأرعد ويعني أصبح في عالم آخر وفي جو آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لا بعد تعد عنه هذا كله، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما وجدناه على هذه الهيئة الذي المزرية التي يكون عند الغضب، لأن الإنسان عندما ينفعل وتحمر عيناه ويزمجر ويثبت معناها في وضع آخر يصبح حتى شكله متغير، لذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدم والانفعال يخف، ثم حتى عواقب وآثار الغضب تبتعد عنه، لأن الغضب يعني سيؤدي إلى آثار من الناس من يغضب فيكسر، يكسر الحاجات الأمتعة، يغضب ويضرب كما نرى في مجتمعنا اليوم، يضرب حتى القتل أحيانا، يعني يجي يعتدي على حتى أقرب الناس إليه، يقتل زوجته، يقتل أحيانا يعني أقرب الناس إليه، لماذا؟ تجده من جملة أسباب الغضب، يصبح لا عقله يغيب. فلا يحدث هذا من مسلم عنده استعمال كلمة الاستعاذة وعنده إيمان بأن الله يعيذ من شرور الغضب ويحمي المؤمن من الغضب ومن آثار الغضب. وذلك الغضب في نفسه ليس هو في ذاته مذموم، وإنما من آثار التي تكون نتيجة هذا الغضب. قد يغضب الإنسان لكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يتحكم المقود في يده، ومن جملة ما يجعل المقود في يده هو أن يستعين بالله، يستعين بالله تعالى إنه ضعيف. فإذا هذه الكلمة ليست مجرد ألفاظ تقال، وإنما هي ألفاظ باللسان ثم تدخل في الجنان والقلب ويظهر آثارها على جوارح الإنسان وفي حياة الإنسان، فذلك المؤمن تجده عنده الهدوء
إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة، البسملة هي آية من سورة النمل موجودة، وأجمع العلماء على كتابتها في المصحف عند كل سورة إلا سورة براءة. طيب، حرف الجر هذا اللي هو بي يتعلق بفعل محذوف. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هناك فعل محذوف يتعلق به وهو مرتبط بالحركة والفعل أو القول الذي ستقوله. فتقول مثلا إذا كنت تقول بسم الله يعني وأنت تريد القراءة أبتدئ، إذا بسم الله أقرأ. إذا كان أنت ستتناول تأكل شيئا بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، بسم الله أكتب، بسم الله أتحرك. فإذا كل فعل تقول بسم الله إذا هو يصاحب، إذا الباهة للمصاحبة، إذا للمصاحبة، وفيها معنى هذا أنه هو تستعين بالله على ذلك العمل. ثم أيضا فيها معنى التبرك، أي أتبرك بسم الله. والتبرك معناها جلب ماذا؟ يعني معنى التبرك جلب البركة، جلب البركة، والبركة معناها طبعا البركة الخير الكثير. يعني أنت تجلب البركة تجلب الخير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد كثرت خيراته، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا تقول، فإذا أنت تتبرك بسم الله لتجلب الخير. طبعا بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، وطبعا هذا الاسم طالب للمؤمن أن يعظمه. بسم الله والرحمن، يعني طب نجد هناك عند المفسرين معاني لكلمة الرحمن. من بين هذه المعاني أن الرحمن هو الذي عمت رحمته خلقه في الدنيا. الرحمن هو اللي عمت رحمته للجميع، للمؤمن والكافر والجميع، يعني هم تنالوا رحمته. فيعني معنى ذلك أنهم في الدنيا يرزقون ويكفرون، يعني يكفرون ومع ذلك يرزقهم، ويكفرون ومع ذلك يعطيهم نفس ويعطيهم حياة ويعطيهم خيرات ويعطيهم يعني أموال. فهذه مقتضى رحمته بالجميع، فهو رحمن للجميع في الدنيا بمختلف أصنافهم. رغم أنه نعم حتى لو كانوا مع الكفر ومع الشرك ومع النفاق وغيره، ولكن مع ذلك يرحمهم. هم الذين كفروا فأمتعهم قليلا. أي نعم، فأمتعهم قليلا ثم أضطروا لعذاب. فإذا الرحمن إذا هو مقتضى أن يعني كوني رحمن في معنى العام للجميع. ولكن كلمة الرحيم، الرحيم هي خاصة، خاصة بمن؟ بالمؤمنين. خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين و طبعا في الدنيا وخاصة في الآخرة. ففي الآخرة لا رحمة للكافر ولا رحمة للمنافق ولا رحمة للمشرك. في الآخرة هؤلاء لا يرحمهم الله، فهم مطرودون من رحمة الله في الآخرة، لأنهم سيعذبهم بجهنم. ثم حتى الرزق الذي سيرزقهم به لا يتمتعون به، وإنما سيرجع عليهم بالوبال، يعني يكونون شجرة الزقوم، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، والشراب يعني حميم عياذ بالله، يعني نار يعني ماء حامل. فهذا طعام ذا غصة. نعم، طعام ذا غصة وعذاب أليم. فإذا يوم القيامة الله لا يرحم من تجاوز الحدود ومن كفر به. فإذا هو في الدنيا يرحمه ويمتعه، وفي الآخرة لا ينال رحمة الله. فرحمة الله
بمقتضى كونه الرحيم ستكون في الآخرة للمؤمنين. هؤلاء يرحمهم الرحمن. إن رحمة الله قريب من الناس. قريب من المحسن. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فإذا هذا معنى كلمة الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمة الله بسم الله هذه كلها يعني مطلوب من المؤمن أن يعظم اسم الله تعالى. عظم اسم الله تعالى، عظم هذه الكلمات. وكان اسم الله والرحمن والرحيم واسم اسماء الله تعالى يعظمه وتعظيمه يكون بإبعاد كل ما يؤذي هذا الاسم. وفي روية في رواية أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه بسم الله الرحمن الرحيم فقبله ووضعه على عينيه فغفر الله له. يعني من أن بتعظيمه لهذا الاسم العظيم. كذلك هناك قصة أخرى لبشر الحافي. بشر الحافي أحد الزهاد وأحد الزهاد. بشر الحافي كان في من قبل الواقعة التي وقع هذه التي سنذكرها الآن كان من العصاة، يعني لم يكن يعني من المتقين ولم يكن من المطيعين لله سبحانه وتعالى. كان عنده بعض المعاصي. ثم في يوم من الأيام وجد اسم الله ملقى على الأرض، وجد بسم الله الرحمن الرحيم على الأرض فرفعها فطيبها ووضعها في مكان أمين حفظها. فالرواية تقول أن بشر الحافي رأى في المنام في تلك الليلة ما يقول له هاتف، يقول له رفعت اسمي فسأرفع اسمك، رفعت اسمي سأرفع اسمك. ومن الغد تغيرت حياته من هذه الحادثة ومما فعله في من تعظيم اسم الله تعالى. فكان أصبح بشر الحافي بعد أنه رجع إلى الله ورجع ويعني تاب مما كان فيه وأصبح من الزهاد والعباد ومن المعروفين بتقوى الله تعالى إلى درجة أن اسمه أصبح يذكر ضمن أسماء الزهاد والعباد والتقاة. فما بشر الحافي اسم مشهور، ولكن بشر الحافي يعني اسم معروف يكتب في كتب التراجم الأولياء والصالحين، ويعني يذكر في نعيم الحلية ويذكر في كتب هذه المعروفة. فالله تعالى رفع اسمه بفعل بسيط أنه عظم اسم الله. يعني هو الله تعالى بمقتضى يعني حكمته، بمقتضى كرمه وفضله يرضى من عبده أحيانا عمل بسيط ليس هو فيه يعني عمل فيه جهد كبير أو فيه يعني اجتهاد كبير، ولكن هذا الفعل صدر منه بمقتضى قلب مؤمن مخلص، يعني فيه بداخله عمق وإيمان وإخلاص. فيرى الله تعالى في قلب عبده ذلك الإخلاص له وذلك الحب له، فيعمل حركة بسيطة تعبر عما في قلبه. ورغم هذا، رغم معاصي هذا الرجل يعني رحمه الله أصبح يعني من التقاد، يعني رغم ما كان عليه ولكن كان في قلبه حب لله. فعندما جاءت الفرصة عبر عن هذا الحب لله وهذا التعظيم لله. الله تعالى أبعد عنه ذلك التقصير الذي كان منه في الماضي والتفريط في حق الله تعالى وتاب عليه من الغد، وتحقق فيه الوعد أنه رفعت اسمي أرفع اسمك. فشوف يعني فهذه معاني دقيقة. والله تعالى مطلع على قلوب العباد، لا ينظر الله تعالى إلى أعمالنا كم هي كبيرة، وأحيانا يكون عمل كبير ولكن من قلب مرائي، من قلب ليس في إخلاص. فهذا العمل مهما كبر لا يقبله الله تعالى إذا شابته شوائب الرياء، فلا يقبله
شوية بالعجب والغرور، ولكن يقبل من شخص آخر عمله أقل من ذلك، أقل من ذلك، ولكن ذلك العمل الصغير نابع من قلب مخلص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد جاي من تصدق به رجل فقير لا يملك إلا درهمين، فقال: هذا درهم ينفقه على نفسي وضرورياته، وهذا درهم لله. فكم تصدق من ثروته؟ نصف مال، نصف ثروته، والثروته هي درهمين، عمل النصف متاعها، ولكن بقلب مخلص محب لله ودرهم. واحد آخر 100,000 درهم، يعني مقدار كبير، سبقه صح، يعني الدرهم صاحب الدرهم سبق صاحب 100,000 درهم. أولا يعني لا نشك في إخلاص الثاني، ولكن الثاني التعليل الذي ذكر في الحديث أنه الثاني عنده مال كثير. 100,000 درهم هذه ما تجيش في قطرة، قطرة من بحر مما يملكه، يعني عنده كثير، فجاء من عرض هذا المال الكثير وخذ 100,000. كما احنا نقول عنده مثلا 300 مليار ولا 1,000 مليار، ونعاش بالمليارات اليوم هذه بالالاف، يتصدق مثلا 100,000 دينار. شنو هي 100,000 دينار قدام 100 مليارات؟ حتشي مع حاجه بسيطه. فالله تعالى قبل من الاول وسبق من صاحب الدرهم. انا الشاهد هنا ان الله يهم فقط القلب، ما في قلبي اكثر من العمل في ذاته. العمل في ذاته ليس هو كبر باهر، هو العمل الكبير، ولكن عندما يكون نابع من قلب مخلص. صار مثلا واحد يبني جامع بمئات الالاف، من مثلا صور واحد يبني جامع بمليار ولا مليارين، جامع كبير، ولكن قصده ليس لله، يحب الشكر والمدح والظهور والرياء، أنه يحب الناس يشكروه، يقول فلان بارك الله بني جامع، ونحط كتباق الورد ونشوفوه ياسي ياسي ويقدروه، وهذا شي يحب. معناها همه الوحيد أنه من وراء ذلك الجامع يكسب صيت وشهرة ومحبة الناس وشكر الناس، فهذا هل يقبل الله تعالى منه؟ إذا كان بهذا المعنى، بهذا القلب اللي فيه رياء وفيه ظهور، حب الظهور، لا أقول الله منه. رغم أن المال كثير واللي يدفعه شوية، لكن الله تعالى لا ينظر إلى المظاهر الأعمال، وإنما ينظر إلى ما في القلب من قلب صاحب العمل من إخلاص لله. هذا كان سيدي الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، أهو زمان تفتحوا جهنم لثلاث سيدي. نعم هذه الثلاثة نوع من المتصدق حافظ القرآن، نعم، يقرأ القرآن، والمجاهد، يعني لمن قرأت حتى يقال قارئ، ولا حتى يقال كريم، والآخر حتى يقال جواد، والآخر حتى يقال شجاع. فهذه يعني المعاني اللي هي المؤمن مطالب أن ديما يعني في هذه الأمور دائما يحاسب نفسه، لماذا أنا أقوم بهذا العمل؟ لماذا أنا أفعل هذا؟ لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لماذا نتكلم؟ هل قصدي لله أم لشيء آخر؟ يراجع نفسه. وينبغي ذلك حتى في قضية الإخلاص، كلام كبير هذا، يعني أنه يكون دائما قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قبل ما تبدأ تعمل تحتسب، قل هذا يا ربي أنا ليك لوجهك الكريم، أنت خارج نعم بهذا، طلب العلم لله، تعليم العلم لله، هذا يكون مقصدك الأساسي. ثم في وسط العمل ذكر نفسك، وانت فلوس ولا شكون هذا لله يا ربي ليك انت، حكي بينك من نفسك، وبعد اللي تكمل وتنتهي منه زي ما تجدد النية يا ربي هذا لك سيدي، حتى كان فيكون أجر عليه بالطبع في هذا ثواب، يعني هذا التجديد وهذا معناها استحضار النية يؤجر عليه صاحبه، معناتها حتى كان هو باش ياخذ اجر مالي عليه ولو ياخذ الوقت. نعم طب طب لا يتعارض هذا مع ما في القلب، النيه لله، حتى لو استفاد منه في الدنيا
فإنه يؤجر على ذلك يعني بقدر ما هو في قلبه من إخلاص، لأنه يعني هذه لا يتنافى، لا يتنافى مع أنه قد يكون هناك مقابل، ولكن أحسن أنكم مثلا بدون مقابل، ولكن لو كان بمقابل لا يتنافى معه إذا كانت صدقة وأخلص لله تعالى في هذا العمل. يعني لأن خاصة يعني ظروف الحياة تغيرت، ففي الماضي بالنسبة لهذا الأمر خاصة كان التعليم العلمي بدون مقابل، هذا يعني كان دارج عند شيوخنا رحمهم الله في المساجد وفي الأماكن التي تلقى فيها العلم، كانوا يجلسون إلى يعني نسميها السواري، إحنا ساري هذه، ويعلم عنده تلاميذ أمامه ولا يأخذ مقابل من أحد، لا منهم ولا من غيره، فهو يدرس لوجه الله تعالى بدون مقابل. فهذا هو أمر كان عرف سائد في ذلك الوقت باعتبار طبيعة الحياة وبساطة الحياة، أن يكون عنده شغل آخر يكتفي وعنده الوقت يعني أنه هو يجمع بين العمل هذا وبين أن يكتسب قوته من غير تعاليم العلم. ولكن بمرور الزمن وكان الذي يأخذ أجر ما كانش في محد يأخذ أجر، معروف أن يعرف سائد الشيوخ لأخذ مدرسين العلم كل كمان لا يأخذون، ولقاروا يدرسوا القرآن كل لا يأخذون أجونا، حتى الأئمة الذين يصلون بالناس لا يجوز أصل أن يأخذ أجر على الإمامة مثلا سواء إمام الجمعة ولا إمام الخمس، يعني هذا عبادة. ثم بعد ذلك طرأت تغيرات على حياة الناس وظروف الناس تبدلت وتعقيدات الحياة وطبيعة حياة الناس خاصة في عصرنا هذا وما قبل ذلك، أنه أصبح إذا لم يأخذ مقابل عما يقدم فهو لا يأخذ عما يقدم، وإنما يأخذ هذا المقابل على أنه حبس نفسه في ذلك الوقت كان يمكن يقوم به شيء أخرى تهم في حياته، فحبس نفسه لذلك العمل، أصبح حبس على ذلك العمل. إذا إمام اليوم أنت، هل يستطيع الإمام أن يكون هو إمام خمس ويشتغل شغل آخر؟ قليل جدا، وحتى إذا كان أخذ عمل آخر سيولي إمام ثلاثة مش إمام خمس، ثم إمام ثلاثة ولا باش الصبح والمغرب والعشاء، أيوة إمام الثلاثة معش إمام الخمس، المغرب والعشاء والصبح وثلاثة واثنين مثلا مش من عمل. معناها ضرورة الحياة والعمل بتاعه يعني اضطروا إلى أنه لأنه الذي يأخذه منحة لا تكفيه شيء، الإمام اليوم إمام الخامس ما عنده عمل آخر لا تكفيه، فيضطر إلى أنه يقصر بحق ربما حق الإمام من أجل أن يكسب قوت أعياله، 300 دينار و 350 و 400 دينار ما تفعل له شيء، هو يشتغل كاريدار وعنده حاجة ودواء وتمر وتقرأ شو تعمل، فيضطر للعمل. شوف الحياة كيف يعني صعبت، في ذلك إمامة وكل هذه بعد ذلك تغيرت حتى الفتوى، فأصبحت الفتوى بجواز أن يأخذ الإمام مقابلا على ما حبس من أجله، ليس مقابل على الصلاة، مش مقابل أنه يصلي بالناس، وإنما لأنه أصبح محبوس على الجامع بشكل ولا أنه يكون إمام ليس إماما يعني حر يصلي في الجامع هذا يصلي في الجامع الآخر، يعني عنده يمشي يخدم على روحه، ولكن انت ما حبسته، فاصبح لا يجد وقتا يعني يكتسب فيه، فجوز له ذلك ان ياخذ منحه مش حتى هي راتب، يعني المنحه ليس رواتب ليس راتبا ومنحه تعينه على ان يكون مقابل ذلك ان يحبس نفسه. كذلك ما يتعلق بالتعليم يعني ظروفه و يعني اليوم ما يسمى بالعرف السائد، انه فماش اذا كان ما تكونش انت تتفرغ لهذا التعليم تتفرغ ما يستكسب مش تمشي تشتغل وعندك ثم انك لا تعرف غير هذا غير العلم، يعني تمشي تخرج من العلم مش تعمل، لا تعرف تجاره ولا تعرف يعني حاجات العمليه هذه للمسخرين للقطاع ولا صناعه ولا ده. فانت اصبحت اذا لم يكن التعليم فيه مقابل لك
من أين يعني تكسب؟ فتغيرت ظروف الناس وتغيرت يعني حتى الفتاوى تغيرت، فجوزوا الإمام أن يأخذ، وجوزوا المعلم أن يأخذ، وجوزوا المقاي حافظ محافظ القرآن أن يأخذ، حتى هيك في حياة حاجات لكرامة نفسه يكرر. فإنه ينبغي تكريم تعليم يعني المعلمين والقرآن وغيرهم، تكريمهم وإعطاؤهم ما يكفيهم حتى لا يجدوا يعني نفسهم عالة على غيرهم ويستغلون يعني من قبل غيرهم. واضح في بعض البلدان يكون الإمام عنده مبلغ محترم يعني يجعله يعيش حياة كريمة لا يلتجئ إلى غيره. لماذا بعض المؤدبين رحمهم الله في الماضي كان عندهم بعض الحاجات التي يؤخذون عليها نتيجة حاجاتهم وخصاصتهم؟ يعني مثلا كانوا معلم القرآن يعني في خصاصة، في ظروف غير الماضي كان في خصاصة وفي فقر ربما، يعني عنده قري في بعض تلاميذ، وتعرف الناس قبل كان يعطونا مبلغ زهيد يعطوش فلوس الخميس هذا والبعض بدون مقابل يعني، والبعض يعطي شوية هكا دون أن يعني يحترم يعني مكانة القرآن، وأن هذا المؤدب عنده عيال وعنده كذا ومحبوس على هذا العام، فيأتي هذا مبلغ زهيد يضطره إلى أشياء ربما إحنا يعني أخذ عليها، يعني تكون عنده بعض منهم طمع أو أشياء وتربى الطمع عند البعض منهم على سفرة رحمهم الله، ويمشي يبحثوا على الختمات ويمشوا يعني المآدب والمآدب والأماكن اللي فيها حاجات من أجل أنهم في حاجة في خصاصة، يبحث عن أشياء أخرى تلقى يبحث يعني أنه حد يعاون ويجي يقول أنني ظروفي كذا وعاون، فأصبحت نظرة الناس إليهم يعني فيها الاحتقار والاستهزاء. ما الذي جعلهم في هذا الوضع؟ هو المجتمع ما قدرهم قدرهم، جعل الناس حتى يستهزئون بهم حتى معناه تضعف مكانة القرآن حتى عند الناس، حتى القرآن نفسه مصيبة. احترام الناس القرآن من خلال المؤدبين ضعف احترام حتى الكتاب الله. شوفنا أثار هذه حتى يعني في أموات يقولوا هاي جيب القرية هاكي القرية جيب شخصية المؤدب ولا مثال للصحة. فهذا لماذا؟ الحاجة هذه شنو الحاجة؟ الحاجة وإحنا نقولوا حرام اشتغل شو حرام يعني؟ يجب تكفيه هذا قرر في كلامه، بالعكس الدولة يجب تحمل مسؤولية لأنه هو يكون يعني مكرم ياخذ حاجياتي واكثر من حاجيات سيدي يقولوا عليهم يتاجروا، لا ولكن لا ياخذ من، لا ولكن هو الاصل انه ياخذ من اذا كان سيدرس من حقه ياخذ من الناس من حقه، ولكن اذا قصرت الدوله قصر المجتمع فياخذ من الناس من اين؟ او الدوله تعطيه ما يكفيه وتكرمه فاقتعد مع الشيخ من الناس مع الشيخ من قبلي لا يخش من عنده لأن الدولة كفته. وين هذا موجود؟ ليس موجودا. فمفروض دول بعض البلدان ولكن هذا ليس موجودا. خلاصة أنه قضية أخذ الأجرة وأخذ الرواتب وغيرها مرتبطة بالواقع الاجتماعي للناس. أن الفتوى تتغير متغير. نعم وهذه من جملة ما تغير به الفتوى، تغير الزمان والأعراف والعادات والأماكن وظروف الناس. تبقى الفتوى على ما هي عليه. إذا نتجاوز. إذا هذا احترام بسم الله تعالى. طيب نرجع الآن سورة الناس. سورة الناس طبعا فضل هذه السورة مع سورتين، مع سورة الفلق وسورة الإخلاص. روى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني قبل هذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن. لقد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن. وقرأ صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد. يعني آخر هذه السور الثلاثة. وهذا الحديث حديث حسن صحيح رواه مسلم. إذا تأخذ السند
روى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قط. لقد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قط. ثم قرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخر بين كفرين، قل أعوذ برب الفلق، يعني السورتين فقط، ليس سورة الإخلاص من عندها في أحاديث أخرى في فضلها، لكن هذوما السورتين في فضل سورة الإخلاص، سورة الناس وسورة الفلق. حديث رابع. قل المعوذتين ولا المعوذتين؟ المعوذتين. المعوذتين، نعم. التي لأنهما تعوذان من يقرأه. إذن قل نرجع للسورة، إذن معاني هذه السورة قل أعوذ، إذن أعوذ قرناه فهمناه ليتحصنوا، يعني يتحصنوا ألتجئوا وأحتمي برب الناس. الرب هو المربي، المربي والمصلح لأمور الناس، المربي في معنى أيضا الرازق الذي يرزقهم، يعني هو الرب بمقتضى كوني ربا يعطيهم كل شيء من عندي الرزق القائم بشؤونه في الدنيا، ثم أيضا بأمورهم المادية والمعنوية، ثم مقتضى كوني ربا يبعث إليهم الرسل ليهدوهم يصلحوهم، فهو ربهم في جوانب التي تصلحهم إصلاحا كاملا، ليس فقط مجال المادي وإنما المجال المادي والمعنى، فهو مربيهم أي يبعث لهم من يصلحهم ومن يعني يرشدهم ومن يهديهم لمقتضى كوني ربا. وإرسال الرسل وإنزال الكتب هي مقتضى كوني رب سبحانه وتعالى، لأن هذه وسائل إصلاح الناس، فمقتضى أن الله سبحانه وتعالى عظيم يعني وهو متفرد بالعظمة والقداسة سبحانه، لا يكون إصلاحه وهدايته للناس مباشرة لأنه عظيم، تعالى الله أن يراه أحد أو أن يسمع كلامه إلا المرسلون. فما أن صفة العظمة والقداسة يعني لا يكون فيها يعني احتكاك بخلقه سبحانه وتعالى في الدنيا أو أن يراه في الدنيا، فيرسل إليهم من جنسهم من البشر رسلا ليهدوهم بإذنه، ليهدوهم بإذنه إلى الصراط المستقيم. فهذا مقتضى كونه ربا مصلحا لأمورهم سبحانه وتعالى، المدبر لشؤونهم، هذه كلها معاني كونه رب سبحانه وتعالى. بالمعنى العام الكلمة يجوز نقول الرب البيت ولا هذا؟ إذا كان نقول الرب هكذا فهو الله سبحانه وتعالى، التعريف الرب لا يكون إلا لله، ولكن عندما يكون إضافة تولي فيها يدخل فيها المخلوق، يقول رب البيت أي صاحب البيت، ولكن الرب بالتعريف لله سبحانه وتعالى. ثم هو إذا أطلق وقصد في قرينة والمقصود بها الله تعالى مثل الذي رب الناس، أي ليس هناك رب الناس إلا الله، فإذا أضيف إلى شيء هو مقتضى يعني ما يتناوله المخلوق يضاف إلى المخلوق، فرب البيت كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، البيت رب يحمي، صاحب الإبل ارجع إلى ربك فاسأله، أي نعم ارجع إلى ربك فاسأله يا ربي كي المقصود به هنا سيد والملك. فهنا إذا كانت تضاف فما القرينة مقصود بها المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى الرب فبمقتضى هذا التعريف لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قل أعوذ برب الناس، الناس طبعا الناس هو الناس معروفين، كلمة الناس معروفة، ولكن هنا لماذا خص الناس؟ قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وتعاد كلمة الناس عدة مرات، إله الناس من شر الوسواس، إذن هذه كلها هذا نسبته إلى الله تعالى لتشريفه
انت شريف. اذا هو يعني كل اله الناس هو انه اله الكل، هو ليس فقط اله الناس، هو اله كل المخلوقات، هو ملك كل المخلوقات. ولكن ذكر الناس تشريفا للانسان، تشريفا لجنس الانسان وتكريما للانسان. اذا ملك الناس، الملك ملك الناس، لان هنا هي يملكهم، يملك حياتهم، يملك موتهم بيده، وهو الذي يرزقهم، وهو مقاليدهم بيده. هذا الملك يعني اللي يكون مقاليد الناس بيده، ها، وتصرف هو الذي متصرف فيهم، ها. فاذا هذا معنى الملك، الملك يعني الذي هو الملك اللي فيه معنى الملك الشامل والعام والمطلق. لان هنا تم احيانا تم ملوك يسمونه في الدنيا، يقول لك ملك فلاني والسلطان الفلاني والشاه الفلاني، هذا منازعه الله تعالى في ملكه في الدنيا. ولكن هؤلاء عندما يملكون ماذا يملكون؟ يملكون ظواهر الناس، يملكون الحاجات الظاهرية، يعني يأمرون وينهون وكذا، ويوزعون مثلا عطاءات ويعاقبون وكذا. وهذا الملك هذا هي دائما ملك قاصر جزئي. ولكن الملك الذي يملك كل شيء في المخلوقات ومن بين الناس، يملك كل شيء، يملك حياتك، يملك نفسك، يملك يعني قدرتك على الكلام، يملك حركاتك، يملك يعني كل ما تصرفاتك ويعني دقائق امورك يملكها بيده، هو الله سبحانه وتعالى. فهو ملك الملوك، قليل امورنا بيده سبحانه في كل صغيره وكبيره. وهذا الملك يعني يقتضي كونه ملك الناس أن مراقبا لهم في كل شؤونهم، ولا يغيب عليه شيء من أمرهم، ولا يخفى عليه شيء. فهل الملك في الدنيا يعني يطلع على كل شيء في رعيته؟ تغيب عليه أشياء كثيرة لا يمكن أن تصل إليه، ولكن الله تعالى وأنت حتى وحدك في بيتك مقتضى كوني ملك مطلع على ما تفعل. إذا عصيته فهو يراك، يراك في كل شيء، هو يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين، مقتضى قدرته سبحانه مطلقة، يعني لا يغيب عنه شيء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، العلم حاله، لكن فيها معنى الملك. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب سبحانه وتعالى. فإذا اطلع على كل شيء، هذا مقتضى كوني ملك. ثم ذلك الملك اقتضى العلم، اقتضى العلم والقدرة، هي الصفات الأخرى للمولى سبحانه وتعالى. ثم في آية أخرى نجد خاصة في سورة الفاتحة، نجد أن الله سبحانه وتعالى تصبح يخص الملك هذه له فقط، هو في يوم القيامة يقول لك ملك يوم الدين، هو الملك ليوم الدين، ليس هناك ملوك غيره، لا ينازع أحد في ملكي يوم القيامة ولا في سلطان بعد ذلك الشكل. لمن الملك اليوم؟ نداء، لمن الملك اليوم؟ فيأتي جواب لله الواحد، لا ملوك الدنيا ولا سلاطين ولا حكام ولا حد في يملك شيء، كل ما يأتيه يوم القيامة فرد، كلهم عبيد أمامه. أين بهرجة سلطانهم ملكهم واستعبادهم للناس والمخلوقات؟ وين؟ يوم الدين لا أحد،
حتى الكلام لا يقدر يتكلم. ها؟ إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. لا يتكلمون حتى الكلام بإذن. خشاعة الأصوات. حتى الكلام. وخشاعة الأصوات للرحمن الرحمن في الأسماء الحمس. سبحانه وتعالى العظمة. لذلك اليوم الجميع كلهم خاضعون له وعانت الوجوه للحي القيوم. فإذا هذه طبع يوم القيامة ملك يوم الدين، ولكن في الدنيا هناك يعني هذا الملك الظاهر طبعا الذي هو ليس حقيقي. إذا ملك الناس يعني أي إلههم ومعبودهم وإله الناس. إله الناس معبودهم. الإله هو المعبود. إله الناس أي معبودهم. ويسمى الألوهية. الألوهية يعني توحيد الألوهية، يعني أنه هو يعبدونه وحده. إذن هو معبودهم. ومعنى العبادة التي تكون مقبولة عنده أن تكون له، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا هذا المعبود الحق، معبود الحق، لأن في الدنيا هناك معبودات كثيرة. هناك من يعبد يعني الأصنام، هناك من يعبد الأشخاص، هناك من يعبد حتى الحشرات والفئران والقبقر والحيوانات وغيرها يعبدونها، ولكن عبادات باطلة. هذه عبادات مردودة على أصحابها لا معنى لها. يعني هو وضع يعني يعبد ما هو من هو أدنى منه حتى قيمة، وحرم من عبادة الله وحده، فيخسر الدنيا والآخرة. ولكن معبود الحق الذي عبدته وطعته وخضعت له وأخلصت له تجد الثمرة وتجد النتيجة وتجد الجزاء. لذلك إذن هو إله الناس أي معبودهم الحق، معبودهم الحق الذي يعبدونه دون سواه. من شر الوسواس. الوسواس من هو؟ ما معنى الوسواس؟ أي الموسوس، الموسوس. والوسوسة حديث النفس. الوسوسة حديث النفس. الشيطان يوسوس في صدورك، يعني أنك أنت لا تسمع منه صوتا يخاطبك مثلا يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، لا تجد صوتا يقول لك لا تقوم لصلاة الصبح وتبقى تأخرها حتى بعد الشروق، لأنه قاعد يوسوس لك وقتها ويمنعك من النهوض في الوقت. ولكن هل تسمع كلاما؟ لا تسمع، ولكن هو يوسوس في داخلك، في داخلك وفي عمقك أنت، يحدثك في نفسك وأنت لا تسمع منه شيء، ولكن تجد الأثر أنك لا تقوم لصلاة الصبح. أنا عند أطعت وسوسة الشيطان إلى هيك بحاجة. لا مش حتى يمنعك من انك تقوم. مثلا مثل مثال احنا فقط، مثلا يمنعك من ان تقوم الصبح هذا من تقتضى وسوسته. وذاك الحديث الذي يعني عندما ينام يجي ينام العبد الشيطان يعقد عليه ثلاث عقد، يعني يقول عليك ليل طويل رقد بتهني عليك، يعني هو يعني بهذه العقد عنده أمل أن هذا الإنسان يعني ستؤثر فيه، ولكنها ستؤثر في الضعفاء أصحاب الهمم ليست عالية، سيتأثرون بوسوسته وبعقده. العقد هذه تكون كم واحد يربط ثلاث ربطات قوية هكا، واحد مثلا كان جينه مثلا هو مش محسوسة، لكن عقد معنوية. تصور مثلا واحد كتفوا له رجلين وكتفوا له يدين وهك وعنه معه لا يستطيع الحركة، هو مكتف معنويا ليس ماديا، عقد ليس ظاهرة ولكنها معنوية. لذلك عندما يجي وقت صلاة الصبح إذا لم يقم في الوقت، إذا استيقظ
وقت الصبح وقام تحرك في 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 سريره الذي نام عليه بدا يتحرك وربط رجليه العقدة الأولى تتحرك مجرد أن يقوم يتحرك العقدة الأولى حلت فإذا ذهب للوضوء توضأ ونور يعني أعضاءه بالوضوء تحل الثانية فإذا صلى الصبح حلت الثالثة ويوم يكون مبارك فيه خير ذلك اليوم لأنه بدأ يومه بالصبح في وقته توفي ذمة الله والعقد حلت ولكن إذا العقد هذه بقيت ولم يقم إلا بعد الشروق فهي بقية عليه تلك العقد معنوية موجودة ويكون يحس بأنه خبيث النفس هيك يحس بثقل ويوم يحس ما هوش مبارك فيه يعني بشكل وفي أشياء ربما قد لا ينتبه إليها لكنها موجودة في قلة البركة في يومه ذلك نتيجة أن وسوسة الشيطان وعقده أثرت فيه طبعا هي عقد خلاف الوسوسة لكن نوع من التابعة هي عمل الشيطان فإذا الوسوسة هذه صعبة على ضعفاء النفوس إلا الذاكرون لله إلا قلوبهم يقظة أنه تعود في حياته مثلاً هديم نجيب مثال الصلاة الصبح يعني. تعود في حياته وكان الوسوسة في أشياء كثيرة ولكن نضرب مثال الصبح خلال قريب مثلاً في حياته أنه تعود يقوم في وقت معين دائماً في وقت الصبح حتى بتعوده هذا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى في ذلك الوقت يلهمه فيوقظه يعني كل يوم هك يلقى روحه في مثلاً في وقتاش الصبح يذهب مثلاً يذهب 5:30 يلقى روحه إذا كانت قبل يلقى روحه قبل الفاق إذا كانت قبل شوية يلقى روحه نفس دوبة يجيك الوقت ذاك يعمل هكه يهك يعني سبحان الله هك ربي وإذا كان متعود في وقت الصلاة الأذان بالضبط ستجده في ذلك الوقت على طول يقوم وحده ولا أحد يقده ولا يقوم يتعب روحه معاه يا ود يقوم حتى يقوم وما يقومش يهدي يقوم العقدة الأولى سعيدة العقدة ما تتحلش وساعات تقعد هكاك العقدة حتى تشرق الشمس والعقدة موجودة ما حبش ما حبش يعني يهدي يقوم الشاي فإذا هذه ثم خلل في القلب دي هكا عنده خلل في القلب وربي يصلح أولادنا فإذا ثم خلل في القلب لذلك وفي الإيمان يجعله يستيقظ فذلك يسأل الله العبد الله سبحانه وتعالى الإنسان يسأل ربما يثبته وأنه يعني لا يحرمه من هذا الوقت فكذلك وسوسة الشيطان يعني معنا مع يقظة القلب ومع الإيمان ومع ذكر الله تعالى هي تمنع الوسوسة ولذلك الشيطان إضافة لكونه وصف بأنه الوسواس وصف بأنه الخناس عكس الوسواس الوسواس يلقى فيك فرصة وأنت غافل يلقى فرصة للوسوس هو أنت تغفل ويوسوس يوسوس بعمل الشر يوسوس بترك الواجبات يوسوس ب يعني كل ما هو ما يعني مخالف لأمر ومنهج الله سبحانه وتعالى ولكن إذا ذكرت الله خلص إذا الخناس هو الذي يخنس الذي يعني لا يكون لوسوسته أثر على المؤمن وسمي الخناس لأنه كثير الاختفاء الكلمة الخناس هي من الاختفاء كثرة الاختفاء يتوارى يعني هو يوسوس ويتوارى لا ترى فإذا معنى الخناس هو يعني الذي عفوا يختفي ولا يوسوس فهو يعني يبتعد عنك ولا يصيبك وسوسته عندما تذكر الله يعني هو يختفي تختفي وسوسته عندما يذكر العبد ربه ها فإذا ذكر الله خنس ملتقم كل الشيطان يلتقم قلب ابن آدم عندما يخفي يلتقم قلبه إذا وجد أن قلبه غافل وسوس فإذا ذكر الله خنس يعني هذا الشيطان يعمل كما استراحة المحارب
يعني هو قاعد يحارب ويحارب قاعد يبذل جهد معك، ما دمت ذاكر ما دمت غافل قاعد يوسوس يوسوس يوسوس، انت تذكر الله يخبث يختفي تختفي الوسوسه. ولذلك من جمله ما يعين على وساوس الشيطان ان لا يغفل المؤمن عن ذكر ربه. ولذلك نجد الامر بالذكر في القران الكريم وارد في ايات كثيره وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الذكر. شوفت الكلام كبير واحاديث كثيره بفضل الذكر. وفي الورق والله تعالى ليس فقط الذكر، الذكر يعني وإن الذكر الكثير. قلت تذكر فقط؟ لأن يعني الله تعالى وصف المنافقين بأنهم يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن نحن مطالبين أن نذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني مش يأمن العبد من وسوسة الشيطان أن يكون ذاكرا لله كثيرا، سواء كان رجلا أو امرأة، ذاكرين رجال ذاكرات من الإناث. سيدي هاي الوسوسة تكون حتى أنس. نعم. حتى يعني نفسه يا أمر الوسوسة. نعم. نعم. هنا أنا بحال أنه هو في السورة. السورة هنا يتكلم عن وسوسة الشيطان. ولكن ايضا هناك من يوسوس من الناس، يعني كما قال الله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فايضا الذين يوسوسون قد يكون من الناس، ولكن الوسواس الكبير هو الشيطان بمحاله. شيطان والعياذ بالله. نعم. معنى الوسوسه في غير بيئه القران معناته اشتد الوسوسه في معنى عند تلاوة القرآن وفي بيئة القرآن معناها اشتد لك الوسوسة معناها ساعات اشتد الكثرة. والله شوف بالنسبة هي تلاوة القرآن نوع من الذكر، القرآن هو نوع من الذكر، ولكن معناه مفروض أنه عندما يقرأ المؤمن القرآن لا يقترب منه الشيطان. يعني هذا الأصل، يعني الأصل أن ما دام الشيطان هو يخنس عندما تذكر الله، وما أن القرآن ذكر لله تعالى فالمفروض أنه يخنس، المفروض أنه لا يوسوس. ولكن إحنا دائما لابد أن ننتبه إلى شروط الذكر وما ينبغي أن يصاحب الذكر، ومن ضمن ذلك القرآن. يعني يطالب مثلا ذاكر الله وايضا قارئ القران لانه هو احد الذاكرين انه هو يكون عنده تلك المواصفات، يعني مع حضور القلب والاخلاص يعني وتدبر القران الذي يتلوه، ويكون يعني قراءته مع اللسان والقلب، يعني تصاحب القلب يصاحب اللسان أعضاء القلب. نعم، أعضاء كلها مع بعضها. فإذا اجتمعت هذه كلها لا يوسوس له الشيطان بحول الله، لأنه هو في حماية القرآن. كيف يقرأ القرآن والشيطان يوسوس له؟ والله تعالى تعهد بأنه يبعد الشيطان عن من يذكره. إذا قارئ القرآن إذا اجتمعت فيه شروط القراءة وآداب القراءة كان حاضر هكذا كل هيئته، يعني هو يعمل كله، يعني ذاك الحضور ذاك الخشوع وما يتوضأ قبل أن يبدأ ويكون هكذا وهو جالس، يعني مستحضر عظمة الله وعظمة القرآن وكلام الله تعالى في قلبه معظم، بإذن الله تعالى لا يوسوس له الشيطان. ولذلك ما ربما نسمعه ليس من قراء القرآن، إن شاء الله منزهين بحول الله عن هذا، وإنما من بعض الناس الذين تجدهم يشتكون، وبعضهم يقول عندما أبدأ القراءة حس بألم وحس بمش عارف أشياء على غريبة وتجدهم يشتكون. قل أنا أكون لباس أنا نبدأ نقرأ، يعني منحس الشيء ربما قلبي ينقبض. فهذا بالطبع معناه كلام لا يقبل. فنقول هذا الشخص هناك فيه خلل، فيه لأن
لأن ذاكر الله وقارئ القرآن يعني هو يبتعد عنه الشيطان، ولكن يزم ويبحث عن الخلل الذي في نفسه ينبغي أن يبعده حتى يجد القرآن، يجد في القرآن ذلك. كيف يعني يحس بالاضطراب ويحس بالخوف بالقلق من يذكر الله، والله في القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقرأ يجي النوم مثلا. نعم هي تو شوف الله سبحانه وتعالى في تشريعه وفي يعني أمره لعباده يراعي ضعفه ويراعي يعني ما جبل عليه من 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 صفات، فهو يعني اولا يبتغي على ينبغي على هذا القارئ ان يشتري اذا كان نقص نوم شيء يقعد يلقى نفسه شقى يلقى نفسه يمشي عليه ان يمشي يمشي ياخذ كفايه مش من الشيطان لا اذا كان خاصه اذا كان هو نقص نوم فذلك هنا الانسان هنا يرجع نفسه مثلا لماذا انا اجي النوم اما يجي النوم يعني في الغالب في الغالب هو كاين نجي في الليل باش نقرا ولا فإذا هنا ديما راهو إذا يجي يلقى هذه الأمور يراجع الإنسان نفسه. أولا من جملة الأسباب التي تأتي للعبد بالنوم هو أن يكون في موضع يعني هو في الفرش. في الفرش غالبا الفراش يجلب. إذا كان واحد هو في فراشه وبطانية ويعني ومدفي وقعد وشد المصحف يعني وهو في اولا جو يعني بتاع يعني جو النوم غالب، فربما ياتيه النوم مثلا في هيئه من الهيئات لا اذكر اما تلقاه نقص نوم ولا هيئه هي تقربه من النوم فيبعدها وينشط روحه ويمشي يتوضا ويقع في بقعة يعني بعيده عن هذه الاجواء ومن يحب يقرا يحب يقرا ويحب يمشي يرقد يرقد اما هو يعني في ذلك المساله هي مساله ترطى يعني بالعبد لم يقرأ شيء جهة النوم ولا إذا بهذه النية لا تجوز لا تجوز النية من أجل يقول لك أنا كي نمشي قال نوم يغيب 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 وتشد المصحف ده لا لا ينبغي أن يصاحب صاحب النية هذه يعني غير غير سليمة يعني كثرة يعني ينبغي لك القراءة للقراءة يقرأ لأجر التعبد ولا يقرأ للمراجعة ولا غيره ولكن يعني لا ينوي المقاصد هذه لا تكون شرعية. مقصد سيدي ربي يرحمه. يبغى يكون المقصد الأول. المقصد الأول هو تعبد والمقصد الأول المراجعة ولا يكون مقصده أن يجيب النوم. ولا مش حل الشيء. لا. يعني مقاصد غير. مشروع غير. لا كبير النوم الشيخ. حتى عند الاضطراب. نعم. ينزل عليه على إذا هو يجي. لأنه قراءة القرآن في ذاتها إما تكون هي من المستحبات هي من السنن هي من الأبي هي من الفضائل إن وقعت لما ربي يمسك فإذا هو يلقى هذا وغلبه النوم يرقد يعني لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى على العبد أنه قال يعني غالب النوم وهو يقرأ فلعل قل لك يجي يدعي ربي يسب روحه يقول يرقد وحده الدعاء قاعد يدعي وهك أنت قد تدعو الله تعالى والنوم غالب عليك تدعي على روحك فإذا إحنا مش رب يكلفنا لم يكلفنا الله تعالى بأشياء هكيك يعني رغم عنا يلقى نفسك هك منشرح محاب للقراءة فاقبل على هذا الوضع وجد نفسك يعني ولكن لا ينبغي أن يكون هذا دائما دائما يعني هو استرخاء على طول وإنما تجي أحيانا أوقات فإذا تلقى عنده نشاط يقبل على النشاط يلقى نفسه هناك من الاسترخاء نوع من النوم يمشي ينام حتى ينشط ولكن ينبغي عليه أن يكون ليس كل وقت يسترخى ليس كل وقت يكسل ليس كل وقت ينوم وإنما يجعل الوقت بتاع النشاط بتاع الهمة تو واحد مثلا قايم من النوم كان قد 8 سوايع ولا 10 ولا يقدر ياخذ بعد قام الصباح المفروض فيه شكون كيف يكون نشط نشط نشاط عنده فيختنا من الوقت هذا نشاط يعني اما هو قبل النوم يعني عاده يلقى نفسه وقت النوم يجي وفي الوقت هذاك مستانس يرقد فطبعا طبيعي شيء يقرا شيء النوم ينام ثم يجد النشاط يقرا رب سبحانه وتعالى
فضله واسع وكرمه كبير ولا يكلفنا ما لا نطيق. يعني يقول لك اعمل حاجه وانت فيها ناشط وانت فيها قلبك حي وانت فيها مقبل على ربك. ولا يريد الله تعالى من عبد ان يقبل عليه وهو نائم ولا هو غير نفسه مش حابه، لا يكون رغبه في النفس هذه. ولكن الواحد بعد معوقات. طيب نفس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس. من معنى معنى كلمة الخناس ثم حاجة أخرى هي تبع المعنى ولكن استشهاد بآية كريمة يقول ربي سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس. الخنس هي النجوم لاختفائها بعد ظهورها، سميت بالخنس لأنها تختفي وتظهر. فمعنى الاختفاء هذا موجود في هذه الآية الكريمة الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسة الشيطان هي الدعاء لطاعته، هي الدعاء لطاعته بكلام خفي، والدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. تمام استنى وهذا الرتوال وسوسة هي في صدور الناس في قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هو وسوسة هي في تجري في دم العبد. من الجنة والناس أخبر تعالى أن الموسوس قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، يعني الوسواس هذا قد يكون من الناس وقد يكون من الجن. إذن هذه سورة الناس. هناك طيب ناخذ الجنة هي الجنة، الجنة من الجنة مخصوص بها الجنة هكا ولا مش الجنة؟ الجنة هي الجنة من الجنة. الجنة من الجنة. أيوة نعم أحسن الجنة. أحسن إذا الجنة هي معروف حتى في الدنيا من الجنة تقال الجنة بساتين. أيوة الجنة الوقاية، يعني الوقاية. والجنة هي مخصوص بها الجنة. فإذا هذه كلمات يعني خلاف الاختلاف الحركة ينتج عنه اختلاف المعنى. طيب سورة الفلق. سورة الفلق طب هذه سورة الناس وسورة الفلق كلا سورتين مكية معروف، يعني أن سورة الناس مكية مكية وسورة وسورة الفلق هي ايضا مكيه. ومعنى السور المكيه خليناها في درس المكي والمدني. هاي ترى فكروش معنى المكي، هاي السور المكيه ما زالت قبل الهجره. هذا المعنى طبعا الارجح، ان ما نزل قبل الهجره فهو مكي، وما نزل بعد الهجره حتى ولو لم ينزل في مكه ولم ينزل في مكه بارك الله فيك. اذا سوره الفلق هي مكيه نزلت قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفلق الصبح، الفلق من الصبح من الانفلاق سيدي. من الانفلاق نعم. والمخلوق سيدي تقول العرب هو أبين من فلق الصبح. كذلك هناك طبعا معنى مختلف ولكن تتغير الحركة. مثلا الفلق، الفلق الداهية والأمر العجب. قلت الفلق والداهية، داهية مصيبة والأمر العجب. وأصله من فلقت الشيء، من عفوا من فلقت مش فلقت، أصله من فلقت الشيء شققته. فلقت الشيء شققته سيدي فلقت أو فلقت؟ لا فلقت عفوا فلقت بدون شد، أنا بدون خطأ مليان مش فلقت فلقت ولا حاجة. لا لا فلقته هو الصحيح، أي معنى شققته. فكل من فلق من شيء
كل من فلق من شيء من حيوان وحب من حيوان وحب ونوى فهو فلق. إن الله فالق الحبيب. أيوه. ومنه قوله تعالى فالق الإصباح. فالق الإصباح بمعنى فالق الصبح. فالق الإصباح. وبعد الأخرى إن الله فالق الحب والنوى أيضا. ومنه قول ذو الرقة. يقول ذو الرقة أحد علماء اللغة والشعراء: حتى إذا منجلى عن وجهه فلق. حتى إذا منجلى عن وجهه فلق، أي انجلى الصبح عن وجهه. هذه كلها معاني، يعني فيها معنى الانجلاء والضياء، في معنى شيء الذي يعني انشق من شيء، يعني انشق من الظلام الصبح، من الظلام انشق الصبح، ينجلي ويظهر ويصبح مضيئا ومصبحا، وذلك سمي الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق يشمل من كل المخلوقات، كل مخلوقات التنكير للتعميم. نعم للتعميم. من شر المخلوقات، من شر جميع المخلوقات التي توصل الشر لغيرها. طبعا بالطبع المخلوقات، أي كل المخلوقات، المخلوقات اللي فيها شر، المخلوقات التي يصل شرها إلى الناس. فإذا يستعيذ العبد من شرها، من شر كل مخلوق فيه إيذاء، من شر ما خلق. ومن شر غاسق الليل. الغاسق الليل إذا اشتد ظلامه. المعنى الغاسق الليل إذا اشتد ظلامه. والغسق أول ظلمة الليل. إذن غسق هو أول ظلمة الليل. تحب تأخذ كلمة الشاعر، قول الشاعر هنزيد طعم بها. قول الشاعر: إن هذا الليل قد غسق. نلف. إن هذا الليل قد غسق. أي مدى بتبيع بالضرورة الشعرية هذه. واشتكيت الهم والأرق. العياذ بالله. نبيعي عندنا هنا الهم، بدلنا الهم وعيدنا بالعرق. أيوة. والعرق خاصة من واحد يجيش النوم. أصعب الأمور. لماذا الاستعاذة من الليل، من الليل، من غسق الليل؟ نعم. أيوة هذه. لماذا الاستعاذة من الليل في ذاته؟ نعم هذا السؤال وجيه. لأن أكثر الشرور تأتي في الليل. الشر الكثير يحدث في الليل. يعني الشرور، أهل الشر يعني معاصي الكل تصير في الليل. نعم أهل الشر في الليل ينشطوا أكثر. لذلك اللصوص يكونوا في غالب الأحيان في الليل، لا في الليل في الغالب. مش عادي. لا نميز بين اللص، بين اللصوص والسراق، وبين النشالين، وبين بتاع جماعة البركاجات، مش كيف. وذلك السارق الذي يفتح البيوت ويتسول أسوار وينزل أماكن، في الغالب سيكون متى؟ في الغالب في الليل، حيث تهدأ الحركة. ولكن لا يعني أنه في النهار ما فيش فيه، مثلا اليوم عاصم الحاضر اللي حتى في النهار ويسرق، لأنه فما هناك متابعات هكذا لبعض الديار، وثم يعني شبكات ويخدموا بعلم فن يعني بالوسائل الحديثة، ويعلمون صاحب الدار متى يغيب متى يحضر. تجده وتجيب لك يعني مثلا صاحب دار في سفر، ولا يعني كاري دار يعني، ويعرف انه يتنقل يعني من دار الى دار، ويعرفوا انه مثلا في تلك الايام مسافر،
فيأتون بسيارة كبيرة وهكذا وشاحنة ونحنية ويقفون عند البيت وكانوا أصحاب البيت. الجيران يقولون هذا صاحب البيت سيسافر سينتقل من البيت. يقفون عند الدار وعندهم وسائل يفتحوا وهم بكل راحة من أمرهم ويدخلون الدار ويأخذون الأمتعة وكل ما فيها ويمشي ولا أحد يكلمهم خاصة مع الجيران اليوم الذي يسأل جار عن جاره وربما حتى لا يعرفه. فجيل يعني ذلك تبع الظرف الحالي في مجتمعاتنا. سيدي عرف أنا واحد في المدينة الجديدة اللي يخدم مدير هو مرته روح لقى تحت الباب انفيتاسيون في الاوتيل طلب نمر الاوتيل قالوا له يا روق صورك انفيتاسيون سبتو حد وقال هذا كادو واحد من الاصحاب مشي سبتو حد رجع ما لقى حد شيء بالدار ما بل يمكن 200 مليون سيدي هذا الخدمه كانت والله خدموا يا روق نعم في كيني خير الصوت والله مش كون قصد ولا من المحاقب وش بعد يسأل من الذي أعطاه من يخليه أي واحد كادو من واحد ولا صحابه نعم نعم ولكن نعم هذه قلة التدقيق وقلة البحث عن صاحب العمل وصاحب مثلا المنحة وصاحب الهدية يعني هذه الوما تعني ندرس يعني المهم الإنسان يعني يبغي يعني أن يتحرر وأن يسأل وأن يرى سيدي بخلاف السرقة ولا يدفعه الطمع إلى أدنى سيدي بخلاف السرقة في الليل نعم ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا مثلا شن دخلوا سيارنا في الليل نعم عليه سيدي نعم لأنه هنا يعني هناك بعض الشرور في الليل يعني هي اللي ربما تؤذي الأطفال ومن ربما من مخلوقات حتى من غير الإنسان يعني حتى الحشرات نعم بعض الحشرات بعض يعني أشياء التي هي تؤذي خاصة الأطفال بالذات يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يخرج الأطفال في وقت معين ثم هناك أيضا تجد حتى بعض الأحاديث أنها تنهى يعني تنهانا حتى أن نترك مثلا إناء وعاء فيه ماء وفي أشياء دون غطاء. أوكي أوكي. نعم الوكاية مطلوب لأن هناك شروط يعني في بعض الأحاديث ما الحديث يقول فما ليلة تقيم في العام يعني يكون فيها يأتي فيها شر في كل وعاء غير يعني في مغطى يعني حاجة كسموم والأشياء من هذا القبيل تنزل في ذلك الوعاء فإذا صادف أن شرب منه شرب من العبد وهو كان غير مغطى قد يناله الأذى من شر تلك الليلة التي لم يوكئ فيها وعاءه فذلك أقول لك ننصح المؤمن بأنه يغطي الأواني اللي خاصة فيها الشرب وفيها الأشياء الأطعمة يغطيها على طول الليالي العام حتى يعني ليسلم من ليلة من الليالي في ذلك الشر وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقد وافق العلم يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأشياء من هذا القبيل لذلك الشرور يعني هي من جملة الأشياء اللي تحدث الليل وهذا ذوات السموم وغيرها وأيضا الأمراض الغالب تشتد في الليل ها واحد في يرقد لاباس في الليل شيء مثلا يعني آلام وأشياء من هذا القبيل ووجع تزداد عليه في الليل يعني هذا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شر غاسق إذا وقع من الشر الليل إذا أظلم إذا أظلم الليل فعندما يستعير العبد فهي إرشاد للمؤمن بأن يجنبه الله تعالى هذه الشرور المختلفة والتي قد كثير منها لا يراها كثير منها لا يرى وتحدث له دون يعني انتباه منهم فإذا هو فقل المولى عز وجل على نفسه ولذلك هذه ربما تربية لنا أننا دائما نكون داعين لله تعالى ونقرأ هذه السور خاصة في كل ليلة ولذلك كانت من السنن قراءة هذه السور وخاصة الفلق والناس ومع سورة الإخلاص حيث إن يعني هي مطلوب يعني يستحب لنا ويسن لنا قراءتها ولن في الصباح أذكار الصباح وهي أذكار المساء
قرأت هذه السورة الثلاثة، وهي أيضا يسن لنا قراءتها بعد كل صلاة. كل صلاة يسن قراءة هذه السورة الثلاثة، يعني مرة مرة، إلا صلاة الصبح وصلاة المغرب يسن قراءتها ثلاثا ثلاثا ثلاثا. هي سنن. كيف انظروا كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم تحسين أنفسنا، ويجعل قراءة هذه السور مكررة على في اليوم في النهار وفي الليل. ثم أيضا هي يسن قراءتنا قراءة قبل النوم، قبل النوم بطريقة معينة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه السور ويفتح المؤمن يديه هكذا ويقرأ في وسط يديه هما مفتوحتان، قل هو الله أحد ثلاث، والأعوذ برب الفلق ثلاث، والأعوذ برب الناس ثلاثا. ثم ينفث، أي ينفخ بدون ريق، ينفث في يديه ويمرر يديه من الأعلى على جسمه كله. يعني بركة القراءة اللي هو قرأ ثم نفث، البركة هذه والخير الذي جاء من تلك القراءة ينزله على جسمه كله. فعبد كان مواظب على مثل هذه السنن بإذن الله تعالى يكون محفوظ من الوساوس ومن الشرور ومن الجن والإنس. يعني هو محسن، تحسين رباني، تحسين رباني. يعني حصل نفسه بأشياء مادية يعني قد تخطئ وقد تصيب، ولكن عندما يحصن نفسه بأن التحصين المادي هو فقط على الجانب المادي الجسم، ولكن التحصين المعنوي هذا الأهم. أنت لا تطلع على شرور لا تعرفها قد تأتيك بهذا التحصين الرباني بحول الله الواحد يبيت ليلته، يعني في حسن الله وفي حفظه. هذه ربما إحنا كثيرة ما نغفل عنها. فما دعاء سيدي؟ نعم. كيف واحد يخاف في الليل؟ ستر العرش مسبولا علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله وكلامه وآيات الله لا يقدر علينا. نعم هذه إضافة. هذه إضافة إلى ما، ولكن اللي هو يعني هو ورد في السنة. نعم اللي هو مثلا مؤكد وبتحوله هو قراءة السور. هذه زيادة طيبة يعني كلمات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى الأدعية بعد هذا. اللهم يسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. بسم الله يعني يسمي الله تعالى وينام على إذا. هذه كلها مكملات، ولكن قراءة هذه السور حول الله هي في الحفظ. طيب والعذر بالفلق. طيب هناك مسائل أخرى شوي غير الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه السورة، هي سورة الفلق وأختها الناس، ويأمر أصحابه التعوذ بهما، وكان يعوذ بهما الحسن والحسين. كان يعوذ بهما الحسن والحسين يعني حفيدي، يعوذ بهما يعني يقرأهما على يعني حفيدي صلى الله عليه وسلم. شنو الكلمة اللي بعدها؟ إذا من شرط النفاثات. شكون من النفاثات؟ النفاثات نعم هما الساحرات. النف ايوه النفاثات العقد، النساء الساحرات ينفثن في عقد الخيط حين يسحرن. إذا النساء الساحرات ينفثن في عقد الخيط حين يسحرن. يعني قاعد مثلا خيط ويعقد عليه وينفثن فيه، هذا نفثة الشر. هذه يعني نفثة الخير مرتبطة بذكر الله، ونفثة الشر مرتبطة بالسحر وإرادة الشر. فإذا وكما ذكرنا وسلم هذه فاعلة معنى عندها فعل، وهذا أثر على المسحور طبعا، عندها أثر سيء على المسحور. فلذلك المؤمن هو بقراءة سورة الفلق في حماية نفسه حتى من شرور السحر، شرور السحر. وذكر النساء لأنه كثيرا ما يحدث السحر من النساء،
أكثر من الرجال. يعني مشرف ذلك مشرف حاسد إذا حسد. الحسد كلمة الحسد تفهم نعرف بها معنى الحاسد. الحسد هو مال وتمني زوال النعمة عن الغير. إذن الحسد وتمني زوال النعمة عن الغير حتى لو لم ينتقل هذا الخير إليه. حتى الخير يعني وهذه أعلى درجات الحسد وشرها. المهم عند السائل الحاسدي أن يرى هذا المحسود في شر فيشمت فيه حتى لو لم يأتي إليه تلك النعمة. كل مهم أنه هو يراه في ذلك الشر حتى يشمت فيه. وهذا مرض كبير حسد. إنه يتمنى زوال النعمة عن أخيه، عن أخيه الإنسان وأخيه المؤمن، ويتمنى أن يصيب شر وأن تزول عنه النعمة. ولذلك الله تعالى أمر أن نتعوذ من الحاسد. الحاسد وقد يكون يصل الحسد إلى الشرك إذا اشتد وإذا كان يعني. وهذا بالطبع الحسد لا يحدث من مؤمن تقي لله مراقب لله تعالى يحب الخير للناس. لأن طبيعة المؤمن اللي فيه خير أنه يحب الخير للناس، وإذا وجد خيرا في عند غيره يعني يباركه ويقول تبارك الله ويدعو له بالزيادة. نعم يقول يعني ويراه في خير يقول الله يبارك له ويزده. شوف قداش القلب هذا يعني فيه خير كم يكون عند الله تعالى يعني محبوبا. إذا كان يحب الخير لغيره وعكس هذا يحب الشر لغيره بالطبع هذا الشر لا يعني يمنع منه ولا يفلت منه سيعود عليه هو يحترق به. لذلك الحاسد أول ما يحرق يحرق نفسه أول. لأن هو يعني فيه شر فيه. إذن من شر حاسد إذا حسد تعوذ بالله تعالى من شر الحاسدين. شيخ يدخل فيه مخافة العين. نعم وأيضا والحسد من آثاره العين. عندما يحسد يعني يصيب بالعين ذلك الشخص المحسود. ولكن العين ليست دائما تصدر من حاسد وليست تصدر دائما من شرير. قد تصدر حتى من ليس شريرا يعني لأن هي مرتبطة بالإعجاب. يعني يرى شيئا فيعجب له ولا يقول تبارك الله فقد يصيبه بالعين. لكن الحسد يصدر من الشرير. بالطبع الحسد والشر يحدث من الشرير. يصدر من الشرير والعين قد تحدث يعني قد يصيبه الإنسان من العين حتى أولاده. حتى أولاده حين يصيبه بالعين إذا بدوا بارك. سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.